أهلا بكم مرة أخرى، وهذا الجزء الأخير من هذه الحلقة وأوراق خليجية، والموضوع هو إصلاح أو مشاريع إصلاح الجامعة، جامعة الدول العربية. وضيفي في الاستوديو الأستاذ عبدالله بشارة والدكتور شفيق الغبرة. أستاذ عبدالله، استمعت إلى ما تفضل به الدكتور شفيق الغبرة قبل الفاصل الإعلاني، ونبرة التشاؤم أو ما أبي أقول التشاؤم ولكن التحذير يعني من المخاطر، يعني عدم الاندفاع نحو التفاؤل كثيرا، تحذير من المخاطر. نعم، ما هو تعقيبك؟ والله أنا شايف دكتور يعني تصورات حول العراق فيها كثير يمكن من الحس الدرامي، يعني فيها تخوف أكبر من اللازم. يعني العراق لن يتقسم ولن يكون طائفي ولن يتلبنن حتما، هذا مخاض. بعد 35 سنة من حكم صدام حتما في نوع من التقلبات والتطورات والتبدلات، في بروز مطالب وطموحات ما يكاد هذا الشيء، لكن الدولة العراقية لا تحمل بذرة الطائفية. وأنا متأكد أنهم سيتفقون على شيء ما حول الدستور المؤقت وبالفيدرالية، ومصلحتنا نحن في الكويت أن يكون نظام العراق نظام فيدرالي، هو نظام عادي اعتيادي وليس نظام ايديولوجي. أنا أقول لك شيء على لفت نظري الأسبوع الماضي، كان في البرلمان العربي، اتحاد البرلمانات العربية، نعم، في دمشق. نعم، وكان من ضمن مطالبهم البرلمان العربي. نعم، والحقيقة يعني لفت نظري كلام رئيس مجلس الأمة الكويتي اللي يقول خلينا نكون واقعيين ولا نستعجل الأمور، وربما هذا يأتي في وقته، ولكن الدول العربية ليست فيها برلمانات، فكيف نطالب بدولة ببرلمان عربي موحد؟ نعم، دول ما فيها، وإذا في برلمان هي عبارة عن ديكورات وعبارة عن يعني شيء غير شرعي. لكن لفت نظري شيء في دمشق، دعي رئيس اتحاد البرلمان الدولي، نعم، ونسيت اسمه، فراح احتج على الحكومة السورية التي سجنت 2 من أعضاء مجلس الشعب السوري لأنهم من المعارضة. هذا الصوت الأوروبي القادم من بعيد، من بعيد كضيف لهم، والعرب في اتحادهم لم يتكلموا عن هذا ولم يطالبوا بالديمقراطية ولا طلعوا ببيان سياسي عن التهديدات على سوريا. فأنا هذا الحقيقة أحزنني، لكن فرحت بشيء واحد أيضا من سوريا، أن سوريا قررت تشكيل لجنة لإعادة النظر في فلسفة الحزب، لا الحرية والاشتراكية والوحدة، لأنه لم نحقق لا الحرية ولا الاشتراكية ولا الوحدة، فعاملين الآن لجنة لإعادة النظر. فأنا قلت والله ربما هذا شيء جيد إيجابي، في على الأقل بدأ مؤشر. وأقول لك شو دكتور، يعني مين كان من بنائين ومهندسين ومؤسسين حزب البعث يأتي بعد 50 سنة ويقول نقف لأنه هذه الشعارات لم تحقق؟ من يقول عن الحركة القومية العرب، حتى الأخوان المسلمين بيان المصري؟ ففي بيئة تتحسن، ها؟ نعم، وفي مناخ ذهني، في ذهنية المواطن متقبلة. نعم، ففي تطور كثير من الآن. لا يأتي، لا تستطيع أن تقول أن يأتي انقلاب عسكري ويأخذ الشرعية، أول من الدبابة تأخذ الشرعية الآن حتى في منطقة، لن تأخذ الشرعية لا الإقليمية ولا الدولية. في كوابح على المقامرات الأيديولوجية الآن، في كوابح وفي قيود على الطرح وفي رفض على الطرح الأيديولوجي عالميا. نعم، نعم. وأنا وخذ أنت الدول الأيديولوجية، شوف سجلها الآن، في تشعر بالعزلة، ولذلك بدأ العالم العربي يتحسس. واليوم نحن أفضل كثير من أمسنا، وبكرة هيكون أفضل كثير من يوم. نعم، شكرا أستاذ عبد الله. عود على بدء، يعني نعود إلى عنوان حلقتنا وموضوع الجامعة العربية. نعم، أعرف بأن لك بعض الآراء أستاذ عبد الله في هذا الموضوع. هل تعتقد دكتور
بأنه الشرق أوسطية هي نصف للنظام العربي الجديد، وبالتالي البحث عن خصوصا إذا نظرنا إلى مشروع الشرق الأوسط الكبير مثل ما تفضل أستاذ عبدالله قبل شوية، تركيا، إيران، إسرائيل، باكستان إلى آخره، يعني تضم دول كثيرة من خارج المنظومة العربية. هل نتوقع بروز نظام جديد يأخذ بالاعتبار الدولة الإسرائيلية، الدولة الفلسطينية، الدور التركي، العلاقات مع باكستان والهند إلى آخره، وبالتالي تصبح الجامعة العربية جزءا من تاريخنا السياسي القديم؟ لا يشترط أن تصبح الجامعة جزء من التاريخ القديم، بإمكان الجامعة أن تلعب دور، وبإمكان العرب أن يجدوا تعبيرا من خلال الجامعة فيما يستطيعوا عندما يتم إمكانية لإصلاح حالة الجامعة ولإصلاح الأوضاع العربية، لأنه العرب يمثل كتلة ثقافية، كتلة اجتماعية، كتلة لديها حس، لديها ترابط سياسي ما، لديها لغة، كتاب، ثقافة. العرب يمثلوا هذا في إطار دول سياسية مختلفة، وفي إطار أنظمة وهويات وطنية أيضا متكاملة في إطار هذا البعد العربي. في دوائر بالعالم العربي بإمكاننا أن نستشعر هذه الدوائر ونراها، فيجب أن لا نلغي هذه الحقيقة القائمة في الإطار، إن كانت خليجية أم مغاربية أم شامية أم التجانس ما بين الثلاث. ولكن القضية الرئيسية ستبقى في منطقة الشرق الأوسط، هو تغيير في أجندة المنطقة لصالح الفرد، لصالح الإنسان، لصالح الجيل الشاب، لصالح الحريات، لصالح التنمية. مدى تجانس هذا مع الإسلام؟ مدى تجانس هذا مع الثقافة الإسلامية؟ مدى تجانس هذا مع العادات والتقاليد الإسلامية؟ كيف تستطيع إيران أن توفق ما بين هذا وذاك؟ تركيا كذلك، الدول الإسلامية والعربية كذلك، لصالح تنمية اقتصادية كما شهدت آسيا. يعني أين كانت آسيا في الخمسينات وفي الستينات عندما كان العالم العربي في حالة أحسن؟ نهضت نهضة كبيرة، لم تحقق ديمقراطية سياسية بشكل مباشر، حققت ديمقراطية اقتصادية في البداية ونمت نموا اقتصاديا كبيرا. لا أعتقد أن بإمكانك اليوم أن تعمل نهضة اقتصادية بلا درجة من الديمقراطية السياسية أيضا نتيجة الظروف والتشابكات الدولية. الصين تحاول هذا الشيء. الصين تحاول بطريقتها، دولة كبيرة مترامية الأطراف، أكثر من بليون إلى آخره، ظروف خاصة أيضا. إذن السؤال كيف يمكن إعادة الاعتبار للإنسان العربي، للمواطن العربي، للمواطن الفرد في إطار قوانين وشرائع وأسس وأخلاق، وكيف يمكن محاربة الظواهر السلبية التي جسدت في الإنسان العربي على مدى 50 عام. يعني جسدت ظواهر كثيرة جعلت إنشاء أي مؤسسة صغيرة بسرعة يدخل إليها الفساد، أي عمل صغير بسرعة تنخره الصراعات الشخصية، أي مؤسسة صغيرة بسرعة تنخرها أسوأ الصراعات الشخصية والذاتية والسلوكية الخاطئة. طب لماذا؟ لماذا؟ لأنه بنحصل النجاح العربي هو النجاح في إنشاء مؤسسات صائبة لديها تقاليد ولديها تاريخ، من مدرسة إلى 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 أصغر مؤسسة تجارية. هنا الهم الكبير. نعم. خلني أنقل هذا السؤال أستاذ عبد الله بشارع. أثناء التحضير للحرب في العراق، إزالة النظام، سمعنا مفهوم أطلق من أحد الساسة الأمريكيين، أعتقد بأن رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي، تحدث عن عندما كان هناك انقسام أمريكي أوروبي وانقسام أوروبي أوروبي داخل القارة الأوروبية، وسمعنا عن أوروبا العجوز. أيوة. نعم. إلى أي درجة مثل هذا المفهوم في ظل دعوات الإصلاح، ونشهد يعني دول عربية متمسكة بالثوابت، رفض لإحداث التغيير من الخارج وإلى آخره، إلى أي درجة مثل هذا المفهوم ممكن أن يطبق على عالمنا العربي وبعض دولنا العربية؟ والله ممكن أقول بالسلوكيات نعم، لكن لا ليست عجوز، وهو لم يقصد يعني عجوز بمعنى عجوز، لا ويقصد البعد السياسي في المسألة. أنا أقول لك في أنظمة عقيمة، حتما في دوائر أيديولوجيات أنظمة عقيمة، ويجب أن يعاد النظر. وقلت لك أنا موضوع دمشق، لكن أنا يعني إصلاح الجامعة، دور الجامعة، وقلت له أنا لعمرو موسى في أحد الندوات،
في الجدار العازل بين العرب. أنا شاعر في جدار، أنا ما بيني وبين ليبيا شيء من المصالح، ولا يعني عندي تقدير كبير للدبلوماسية الليبية. ليه؟ لأن في جدار بيننا، جدار عازل نفسي، عدم الثقة، حكينا عن عدم الثقة. نعم، نعم، واختلاف المصالح. يجب أن نواجه هذا الشيء وبقوة. يعني اللي يقول الدكتور شفيق أنه لماذا هذا التدهور في السلوكيات الفردية، هذا صحيح، بس هذا جاي من أيضا من الحكم السياسي. أمس في إحصائية في مصر 3000 مصري ينتحر سنويا، لماذا؟ هذا من ضيق العيش ومن الإحباط ومن ضيق الفسحة للأحسن ومن فقدان الأمل. العالم العربي لو انفتح باقتصاديات مفتوحة واستثمارات واضحة وتبني اقتصاديات سوق وتحقيق الاستثمارات وحكم القانون وسيادة القانون، مشكلة العالم العربي جوهر الديمقراطية سيادة القانون، يسمونها supremacy of law، جوهر القانون. لما يكون في سيادة القانون، سواء القانون الاقتصادي أو القانون السلوكي أو قانون المرور، أو تبدأ بالعالم العربي هذه الخروج من فصل اليأس والإحباط. إذن في المحصلة النهائية نستطيع أن نقول في ختام هالحلقة بأن إما أن نصلح أنفسنا بأنفسنا وإلا فالتغيير قادم والأصلاح قادم. نعم، نعم، بالتأكيد من الخارج. نعم، لحماية مصالح الخارج من عبثنا في 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 بمباركة دولية، بمباركة دولية. نعم، لحماية أنفسهم من عبثنا. نعم، ومن مع يعني مع ملاحظة أن التغيير من الخارج قد لا يؤدي إلى النتائج التي نسعى إليها كعرب أو نسعى. نعم، إليها في إطار تنمية حقيقي، بمعنى قد يأتي فيه إجهاد لحقيقة التنمية التي نسعى إليها. نعم، لهذا من الأفضل لنا. أيوة، نعم، أن نأخذ المبادرة نحن أيضا، وفي قيادات وشعوب، وفي تجاهل حقوق أيضا. نعم، وفي تجاهل حقوق. نعم، عزيزي المشاهد، انتهت هذه الحلقة من أوراق خليجية والتي تحدثنا خلالها عن موضوع إصلاح جامعة الدول العربية، وكان معي في الاستوديو الأستاذ عبد الله يعقوب بشارة رئيس المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية. كل الشكر لك أستاذ عبد الله، شاكرين لك جدا. الله يسلمك. وأيضا أتوجه بجزيل الشكر للدكتور شفيق الغبرة رئيس الجامعة الأمريكية في الكويت وأستاذ العلوم السياسية، كل الشكر لك أستاذ. شكرا لك. تحية لك عزيزي المشاهد، يتجدد اللقاء معك ومع أوراق خليجية من خلال قناة الصفوة عبر شبكة أوربت. تحية لك وإلى اللقاء.